السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. المملكة تدين وتشجب العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. سمو وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في الدول العربية تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها. الأرصاد والدفاع المدني يحذران من استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعث ببرقيتي تعزية لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق. أكدت المملكة متابعتها بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع. وفي بيان لوزارة الخارجية، دانت المملكة وشجبت أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية. وحذرت المملكة من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي. وتدعو المملكة المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 وحقنا لدماء الأبرياء وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق. هذا وبحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة. وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة ويلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني والدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى القطاع وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. وناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي ناقش تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها واستمرار تضرر المدنيين العزل من تصاعد وتيرة الحرب والعمليات العسكرية الأخيرة وأهمية أن يطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة ووقف التصعيد العسكري. كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تكثيف تواصل البلدين مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع وفوري لوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الفلسطينيين. وبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها وأهمية أن يطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة ووقف التصعيد العسكري الذي زاد من معاناة سكان القطاع من المدنيين العزل. وفي ذات السياق، واصل الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والبحري والمدفعي على مناطق غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، واستهدف محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، كما استهدف الاحتلال المنازل في مخيم الشاطئ وفي نصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون وأخرى في المناطق الشرقية لغزة موقعا عشرات القتلى والجرحى. وقد ارتفع عدد ضحايا القصف المستمر على القطاع إلى 7326 قتيلا
والإصابات وصلت إلى 18,567 إصابة. هذا وقد أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 70% من أعداد ضحايا القصف على غزة هم من الأطفال والنساء والمسنين. وأشارت الوزارة إلى أن استمرار انقطاع الاتصالات عرقل وصول الطواقم الطبية، مؤكدة منع إدخال الإمدادات الصحية العاجلة من قبل قوات الاحتلال. كما أبانت الوزارة إلى أن المدنيين في مراكز الإيواء يعانون من انتشار الأمراض ويفتقرون للمياه النظيفة، وظروفهم الصحية سيئة للغاية. أعلنت إدارة تعليم كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحائل وتبوك وينبع والعلا والطائف والباحة وعسير ووسط جازان وصامتة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية لهذا اليوم الأحد وتحويلها عن بعد، وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة. كما تم تعليق الدراسة الحضورية اليوم في كل من جامعة أم القرى في مكة وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في جدة وجامعة طيبة في المدينة، وذلك بناء على التقارير الواردة من الأرصاد وحرصا على سلامة الجميع. تستضيف الرياض ملتقى الصحة العالمي لمدة 3 أيام بمشاركة الدول والشركات العالمية والمحلية والمتخصصين في المجالات الطبية، بالإضافة إلى إبراز أحدث الابتكارات والتقنيات. بمشاركة أكثر من 300 شركة عالمية وإقليمية ومحلية من 29 دولة، تستضيف الرياض ملتقى الصحة العالمي على مدى 3 أيام برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل تحت شعار استثمر في الصحة. 30 جلسة حوارية سيشهدها ملتقى الصحة العالمي بمشاركة 100 متحدث من المختصين في المجالات الطبية والصحية، كما سيناقش جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية في المملكة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، وسيستعرض العديد من الابتكارات والمنتجات في 8 مجالات. الملتقى يتضمن 5 مؤتمرات، وهي منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين تحقيقاً لرؤية 2030، بالإضافة إلى مؤتمرات تهتم بالتعليم الطبي المستمر في الصحة العامة والجودة في الرعاية الصحية ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة. ويضم الملتقى معرضاً يختص بالاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، ويحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، وسيتضمن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في عدة فرص واعدة بالقطاع. يذكر أن ملتقى الصحة العالمي في نسخته الحالية ومنذ انطلاقه في عام 2018 يشهد تطوراً نوعياً وتوسعاً على المستوى العالمي، حيث يمثل الملتقى الصحي الأبرز في مجال الرعاية الصحية. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 17,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 726 شخصا، بالإضافة إلى تورط 24 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل، حيث دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول. تستمر هذه الحالة الجوية إن شاء الله تعالى حتى يوم الثلاثاء القادم، سيكون هناك تجديد لتقرير تقلبات الجوية بشكل متسع على كثير من مناطق المملكة، لكن حتى يوم الثلاثاء القادم تستمر
هطول الأمطار أو فرص هطول الأمطار على قمم الجبال في منطقة عسير، منطقة جازان، منطقة الباحة، مرتفعات منطقة مكة المكرمة. هذه الليلة يوم السبت وصباح يوم الأحد ما تزال فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، خصوصا أن هناك منطقة لتقابل الكتل الهوائية، رياح جنوبية دافئة رطبة قادمة من الجنوب مع رياح شمالية غربية باردة جافة قادمة من الشمال، تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار قابل سواحل منطقة مكة المكرمة، وبالتالي الفرصة ما تزال متواجدة لهطول الأمطار الغزيرة إن شاء الله تعالى. وتستمر هذه الحالة الجوية لتؤثر على منطقة المدينة المنورة وسواحلها والأجزاء الداخلية من منطقة المدينة المنورة، كذلك الحال منطقة تبوك والأجزاء الساحلية والشمالية من مناطق شمال غرب المملكة، وكلما اتجهنا حتى المناطق الداخلية كل هذه المناطق متوقع عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة، نكرر تنبيهنا لخطر السيول والسيول المنقولة. وتستمر الفرصة إن شاء الله على الأجزاء من المحافظات الشمالية الغربية من منطقة الرياض في محافظة عفيف، وذلك إن شاء الله يوم الأحد هناك فرصة لهطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، منطقة القصيم، منطقة حائل، المناطق الشمالية من المملكة، منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، في نهاية الحالة الجوية أقصى مناطق شمال شرق المملكة، ولا يستبعد أن تتأثر السواحل الشرقية ببعض التشكيلات من السحب يتخللها الركامي الرعدي الممطر. العاصمة الرياض كذلك الحال، تظهر بها بعض التشكيلات من السحب، لكن فرصة هطول الأمطار على العاصمة أقل مما هي متواجدة خلال هذه الفترة القصيرة إن شاء الله تعالى، والفرصة مواتية للأيام القادمة لهطول الأمطار على العاصمة بإذن الله. في نهاية هذه النشرة نكرر تحذيرنا بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول لخطر السيول والسيول المنقولة، ونأمل متابعة النظام الآلي للإنذار المبكر لمتابعة الأحوال الجوية والتنبيهات أولا بأول. هذا والله تعالى. نشرتنا انتهت، تذكركم بأبرز عناوينها. المملكة تدين وتشجب العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. سمو وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في الدول العربية تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها. الأرصاد والدفاع المدني يحذران من استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة. تحية لكم في أمان الله.